تحياتي متابعي راديو روزانا بكل مكان. اليوم انا سراج الشامي حطلع عليكم من مدينه الباب بسؤال جديد لصدى الشارع. خلينا نتابع مع بعض. تتخلى او ما بتتخلى حسب ما هي لها مصالح، طالما لها مصالح فهي ما رح تتخلى، تتخلى لما ما عاد لها مصلحه. هو بالاساس هو اللي دخلها بالبدايه بالعراق ثم سمح دخولها لسوريا. امريكا عم تامل بالايام القادمه على الحد بشكل نهائي من نفوذ الايراني بسوريا، واكبر دليل وجود قاعده تنف العسكريه جنوب سوريا لهالوقت. يعني ما اتوقع انه راح يوقف وجه النفوذ الايراني بسوريا، يعني هو حتى برايي انه هو من اكثر الداعمين للنفوذ الايراني، لكن بشكل غير مباشر، من تحت الطاولة شيء ومن فوق الطاولة شيء ثاني. هي أمريكا ما راح تتخلى عن إيران، ولكن هي عم تحاول توهملنا أنه متخلي عنها وعم تضربها بسوريا. أمريكا ما تخلت عن إيران ولا حتى عن النظام السوري، ولا نتوقع أبدا أنها تحارب إيران أو تواجه النظام السوري. أمريكا ما إلى أي مصلحة حاليا أنه تقضي نهائيا على إيران، بالعكس هي مصلحتها تستمر إيران كمصدر إقلاق لدول الخليج ومصدر فزع وخوف عشان تأخذ فلوس كمان وكمان من قبل دول الخليج. برأيي أمريكا ما لها صاحب، تتخلى عن أعز أصدقائها عند مصلحتها، وإذا كان مصلحتها بالمفاوضات مع إيران بتتفاوض، إذا بالقطع العلاقات بتقطع، بتتراجع عن قرارها بتتراجع. أمريكا الدولة الوحيدة بالعالم اللي مثل الزئبق.